عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ ربي دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا متنساش نعمل لايك ونشترك في القناة، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهاردة بيتكلم عن ضرب الجزائر زي ما كل الصحف كاتبة عنها سهيلة بالشهاب، وهي بتطلع في فيديو جديد وطريف وهي بتعيش حالة فنية منتعشة جدا الفترة دي، ربنا يوفقها يا رب العالمين. وبتظهر الأول في لقطات بدون ميك اب وبصراحة هي أمورة، وبعد كده بتحط المكياج وبتبين بتقول يعني للناس الفرق هو ما بين الاثنين. بس انا شايفه ان هي فعلا ارق من غير المكياج، في ناس بتبقى رقيقه بطبعها وبجمالها، ربنا يزيدها ان شاء الله من جمال ويزيدها من حب الناس ويحبب فينا جميع خلق يا رب العالمين. جدا زعلت ان سهيلة بالشهاب ما كانتش من ضمن الناس المشاركة في مهرجان اللي عملته حفيظة، كانت ناس كتير جدا تتمنى ان هي تشوف سهيلة بالشهاب، وقالت ان هي لو كانت موجودة كانت نقلت المهرجان ده لحتة تانية، وكانت يعني هيبقى الجو اجمل والاجواء كانت هتبقى لطيفة جدا، فناس كتير جدا اتمنت وجودها هناك. ربنا يوفقها ويوفقنا يا رب العالمين، اللهم امين، يوفقنا جميعا. واشوف حضراتكم على الف خير يا رب في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.